سيارة الإسعاف هذه هي التابعة لمركز إطباء الجهة بمدينة النعمة، جزء من أسطول طبي جهوي يتولى نقل المرضى من أي نقطة صحية بهدف تسريع وصول المريض لمكان العلاج وفي ظروف نقل مناسبة ضمن برنامج ميزانية نقل المرضى الذي ينفذه قطاع الصحة على المستوى الجهوي. عندنا مكونة قال مكونة الرفع. الرفع كان كي تعرفوا سابق 2019 كان يخلصوا المريض، أي مريض رتفع لابد له من يدفع مقابل ذاك القزوال الامبيلانس اللي تمشي به، ورك الرفع مجانا. اي مريض قروا الاطباء انه حالته تستدعي الرفع يرتفع مجانا، يرتفع مجانا على حساب يعقب يوفكتر وعلى حساب البروبيب اللي هو البرنامج الموسع اولوياتي. في قضيه الرفع انه ملي المحاور الطرقيه، محور الطرقي لتنبتقى النعمه في سيارات اسعاف، اي حادث لا قدر الله خلق يعلموا به، تجي السياره وتنقله مجانا من البليده اللي فيها الحادث الى المستشفى اللي هو مستشفى النعمه هون. ويتوفر مركز الاطباء الجهوي على 5 سيارات اسعاف مخصصه لنقل المرضى للحد من الوفيات الناتجه عن تاخر ولوج المرضى الى الخدمه الاستشفائيه. 15 سنه نشتغل الشغله. فامبيلانس شوفير سعف الناس من هون من النعمه قيس نواكشو. وامبيلانس كانت صلن، كانت الناس تخلصهم 120,000 و123,000 الليلتو تمشي بيهم وقزوالهم فيها. خلق قرار مشوا الوزاره وعدت عدت معدلته كدو سياني فيه الناس لا اللي جوهم عاد اللي يرتفع تنطلو امبيلانس تجهز له لا لا قزوالها معاها طبيب ومعاها ممرض ويقبل المريض ويقيسوا ويمشوا متمكن وشاكرين. حد كامل عنده رفع دكتور هو اللي رافعه امبيلانس ما طياله. قدرنا اسبوع ما حركنا هنا نطم اللي اسبوع نمشوا شوكات مرضى مرفعه. المواطنون يؤكدون أهمية هذه الخدمة المجانية في ظل تكاليفها المادية المرتفعة. والله شاكر الدولة على هذا قضية الأمبيلانس اللي توفير العدلون لنقل المرضى والناس اللي ما جاوا من بعيد، وشاكين حتى وشاكين الدولة عليها. الأمبيلانس تمشي منها المرضى كاملين عند باسكن لو مرش عند البقر تنبطقع هذا بالدوام بالدوام مدي لا ما مشات اليوم تمشي قدام وإذا ما مشات ومن برا مجانا مودي. سمعت هذا فأنا لأنه ثابت ما يولد. مكونة مجانية نقل المرضى في أي نقطة صحية على عموم تراب الولاية وفي كافة الاتجاهات يدخل في سياق تخفيض نسبة الوفيات وتسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمة.